إذا بدكم تعرفوا كيف بنحضر هيدي، كيف حضرنا هيدي الضيافة الحلوة اللذيذة، تفضلوا معي على مطبخي وألف أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوني. السلام عليكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة يا رب. اليوم بدنا نعمل من بواقي الكيك تحلية كتير لذيذة. عندي هون هيدا كيك بالكاكاو، الصراحة أنا كنت بدي أعملها كيكة بس تأخرت عليها 10 دقايق تقريبا، احترق الحواف، لذلك قررت أغير. ما ضروري تكون فرد قالب، بعملها بطريقة مختلفة. قصيت الحواف وهلأ منشوف كيف بدنا نعمل بهيدول. رح نبلش، يلا بسم الله. اول شي بدنا نفرطهم كتير منيح، عندي بعد هيدول البقايا. هي بس انه الحواف احترقوا، يعني تأخرت عليا، انشغلت بشي تاني وتأخرت عليا. هي نكهتها كتير لذيذة وريحتها ما شاء الله يعني. هلأ بدنا نفتتهم كتير منيح. بدنا نضيف ربع كوب زبدة، بسم الله، زبدة طرية سايحة. عندي هون كريمة الخفق بدي ضيفه لألون، مش العلبة كاملة، فيها كان ربعة تقريبا. نخلطهم هلأ مع بعض، ممكن احتاج بعد اضافة الكريمة الخفق زيادة. بدي بعد شوي، هيد نفس الكريمة بس غير علبة، غير علبة، يعني بدنا نقول تقريبا استعملنا، هلا الواحد بالنظر ببين معكم، تقريبا استعملنا نص علبة، اخذ معنا نص علبة. بدي اضيف لهم اضافات بعد، نسيت، عفوا محضرتهم حدي. انا عندي هون لوز محمص وفرمته ناعم، بيعطي نكهة. عندي هون زبيب، نخلطهم مع بعض كتير منيح، بيعطي نكهة كتير لذيذة. اللي بحب ممكن يستغني عن هيدي الإضافات، بس بما أنه موجودة متوفرة عندي ما بيأثر، بحب أنا ضيف وشكل وهيك يعني. هلا هعملهم بشكل أقراص، وحطهم على ورق الزبدة لحتى نكمل بقية الوصفة بهيدا الشكل.
كل واحد يعمل الشكل اللي بفضله. هيدا الشكل. وهلأ منكفي بقية الوصفة وبرجع لكم. عندي هون شوكولا خام دوبت على البين ماري، حطيت لها بس ملعقة زيت نباتي. بدي غطسهم كل قطعة، غطسها بهيدا الشكل. وزينا عندي هون حبوب الملونة، حبوب السكر، في بدي زين فيهم. بالأخير عندي هون جوز الهند، مبروش جوز الهند، برج جوز الهند. هلا بدنا نزين بالحبوب الملونة. شايفين ما احلى هالشكل؟ هيك عملنا احلى ضيافة. هلا بدنا نتركن لحتى تجف الشوكولا، وبنرجع منحضرن للتضييف. عملنا بس وحده بجوز الهند ما بيأثر. هلا بعد ما نشفوا نشفت الشوكولا، انا ما بحاجه احطهم بالبراد، خليتهم برا. ما اخذوا معي تقريبا نص ساعه دغري، لانه عندنا الطقس بارد كتير دغري بتنشف الشوكولا. هلا بدي احطهم بهيدي الاطباق الكب كيك، نجهزهم للتضييف. في بدون اللي بيريد، ممكن بدون هيدول القوالب الكب كيك. ولهون بتكون وصفتنا جاهزة وخلصت. شايفين ما شاء الله ما أجملها، في أحلى من هيك ضيافة؟ كتير لذيذين، و يعني الصغار والكبار رح يحبون كتير. وهيدا انا قصيت وحدة لفرجيكم شكلها من الداخل، ما شاء الله يعني كتير كتير لذيذين. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير والاشتراك بالقناة لتعمل فايدة. وشكرا كتير لحسن المتابعة، وان شاء الله منشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع ألف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.